الله الذي خلق هذا الكون كله لا تظن أنه عاجز أن يدبر حياتك، لا والله. خليل الله إبراهيم لما كان يلقى في النار وهو في طريقه إلى النار يأتي إليه جبريل فيقول ماذا تريد؟ جبريل أعظم الملائكة، فيقول أما منك فلا، ما أبغى منك شيء، أنا أريد من الله. فما خذله الله عز وجل وأصبحت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هاجر لم تحفر زمزم، ما حفرتها لتنقذ ابنها، بل فجرها الله تحت قدمي ابنها بقدرته. وأم موسى ترى ما أنقذت رضيعها، الله الذي ألقى عليه محبة منه ليحميه. ويوسف ما نجا إلا لما أصابه الله برحمة منه. وأيوب ما شفته الأدوية، إنما ضربة برجله فتفجر الدواء بين قدميه. فيا من شككت بربك وبعدله، ارتح ارتح، الله خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وهو الذي ستعود إليه. لا يمكن أبدا أن يكون كل هذا الإبداع الذي تراه في الكون عبث، أبدا لا يمكن.